موضوع حلقتنا النهاردة من برنامجنا لك ينبغي التمجيد هو بعنوان تمجيد الله أساس الصلاة. الحقيقة أعظم ما في الصلاة هو تمجيد الله، لأن الصلاة هي إن احنا واقفين فيها إيمان، إن احنا واقفين قدام خالق عظيم، أب حنين قدوس، عايز بيحبني وعايز يديني المجد ويديني السماء ويديني بركاته. فعشان كده أنا ممنون له، لأنه ياما اداني وياما بيديني، فبقف قصاده وبعترف بفضله وأشكره وأعترف بعظمته وأمجده. ودي واضحة من المثال الجميل اللي هنقوله ده دلوقتي عن نعمان السورياني، اللي كان راجل من أرام وغريب عن بني إسرائيل، لكن لما إليشع النبي قال له روح انزل في نهر الأردن اغتسل 7 مرات طهر من برسه، فالراجل أصر طبعا أن يرجع للنبي وأنه يعترف ويمجد ربنا ويمجد عظمته قدام الجيش اللي معاه. فيقول لنا كده في ملوك الثاني أصحاح 5:15: فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف أمامه وقال، خلي بالكم كلمة دخل ووقف أمامه كأنه بيعترف اعتراف، وذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك عايز يقدم تقدمة. يبقى ده الاعتراف بفضل الله اللي مفروض نقدمه احنا كمان، خصوصا واحنا بنصلي نعترف له ونمجده. أيضا لو نشوف الرجل المولود أعمى اللي المسيح شفاه، لأن الرجل ده اعترف للمسيح بفضل المسيح عليه، وقدام اليهود اتكلم وما خافش ولا اتكسف. فنلاقيه مثلا يقول لليهود في أصحاح 9 إنجيل القديس يوحنا آية 32 و33: منذ الدهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيء. بيبقى بيمجد المسيح له المجد وبيشهد المسيح له المجد. سمع أن هم خرجوه خارج المجمع، يقول فوجدوا وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. السجود ده طبعا عبادة وصلاة وتكريم وتمجيد لله. فإذا الإنسان لازم يمجد ربنا على فضله في الصلاة بتاعته، لما يقف يصلي قدام ربنا مش ان يطلب حبة طلبات له كل مرة يلاقيه بيطلب وزعلان انه ما خدش او عايز اكتر، وينسى عنصر التمجيد. الكنيسة حطت صلوات جميلة جدا، الصلوات دي صلوات الأجبية اللي هي صلوات السواعي، واللي بيصليش صلوات السواعي بيخسر التمجيد اللي فيها والتسبيح لله. نحن نمجد تمجيد لله ونمجد الله في كل صلاة بنصليها، فنلاقي في عنصر الشكر والحمد من خلال صلاة الشكر، ومن خلال المزامير عنصر الاعتراف لله، من خلال كل مزمور بنعترف فيه بحاجة عن ربنا ونكلم ربنا بالكلام بتاعه بصفاته الجميلة. في تقديس الله مثلا في صلاة الثلاث تقديسات اللي بيقول فيها قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يولد من العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام لأموات. ونفضل نمجد ربنا ونطلب طلباتنا بعد ما نقدم له التمجيد. في تسبيحة الملائكة في صلاة باكر نقول نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظام مجدك. في صلوة مشهورة اللي نقول فيها مرد مشهور نقوله بين كل قطعة وقطعة في صلاة الأشبية، نقول زوك سابتي كي وكي أجيب ماتي، واللي معناها المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. في صلوات الأشبية أيضا أو صلوات السواعي بنسجد لله ونقدم للسجود، وفي المطانيات اللي فيها خشوع لله وإحنا بنطلب منه. في نلاقي مثلا في صلاة نص الليل القطع اللي نقول المجد لك يا محب الإيه البشر، نمجد ربنا محب البشر. وهكذا في كل صلوات الأشبية نلاقي نفسنا بنمجد ربنا، لأن الصلاة
التمجيد هو عنصر أساسي في الصلاة. أيضا في صلوات القداس الإلهي مليانة ألحان ومردات تمجد وتعظم ربنا، أجزاء القداس زي المستحق والمعادل، زي نتكلم على الشربين ممتلئين أعينا، وإزاي إن هم لهم 6 أجنحة وبيغطوا أرجلهم باتنين ويطيروا باتنين ويغطوا وجوههم باتنين، هيبة ربنا. وإزاي اسجدوا لله، دي كتير قوي في صلوات القداس الإلهي، زي نسجد كتير. فكل دي تمجيد لله، في الشكر لله، تضرع، سجود، اعتراف بمجده وحمده. مش في كده وبس، في كل صلوات الكنيسة الطقسية فيها تمجيد له، سواء إجليل، سواء صلاة تالت، سواء صلاة بركة، كلها فيها تمجيد لله، لأن الله يستحق التمجيد. بننهي الحلقة دي وإحنا بنقوله: لك ينبغي التمجيد، لك ينبغي التسبيح يا الله العظيم والقدوس، لأنك إله عظيم جدا وتستحق كل مجد وكرامة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، أمين.